نظرا لأهمية المحامي في حماية حقوق والدفاع عن الحريات والدفاع عن قضايا المواطنين يعني الإنسان بشكل مجرد، فالسيد الرئيس قرر أنه يكون هذا أول تنظيم موازي لخروج الحيز الوجود على مشارف إعداد المؤتمر الوطني خلال شهر أبريل. سيعرف التجمع الوطني الأحرار واحد الدينامية على مستوى الأقاليم في انتخاب في عقد المؤتمرات الإقليمية من أجل انتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني وأعضاء وتجديد الكتابات الإقليمية إلى غير ذلك، وتنظيم الشباب المرأة المنتخبون المحليون إلى غير ذلك. فقرر أنه يخرج الحيز الوجود أول تنظيم هو تنظيم المحامين، نظرا لأهميته، نظرا لوعيهم، نظرا لكفاءتهم في قراءة القانون إلى ذلك، باش ينبهونا كحزب باش ما ارتكبوش أخطاء قانونية وبعض المرات سياسية. شكرا.